ونزرع سوا جناين الورد. الله الله الله. أبو الحكم، أنا نسيت أحكي له من اليوم مش رايح الشغل. المسرحية تطرح أكثر من وجهة نظر وأكثر من موضوع، وموضوعنا الأساسي الحب. حاول وصل إنه لغة الحب هي ممارسة، لو إحنا ممارسة مع بعض صح رح نوصل لنتيجة حلوة. اللي محتاجها مريض السرطان، ومحتاجها الكفيف، ومحتاجها الصم والبكو، ومحتاجها صاحب الفشل الكلوي، وأي مرض محتاج هذا الحب. لمين تجيبها؟ لبنت؟ مين؟ دوري بالمسرحية مها اللي هي مريضة سرطان الثدي، اللي في البداية كانت فتاة مفعمة بالحيوية، زوجها رجل ذوي احتياجات خاصة أصم، ولكن المرض انتهش جسدها وأصبحت يعني بحالة نفسية سيئة. بهذه المسرحية نتحدث بشكل أساسي عن الأثر النفسي وقديش بيساعد على تماثل الأفراد للعلاج. ومبارح كانت عندي جلسة كلام. هاي يا قصدي الحمد لله صحتك منيحة، ليش قدمت استقالتك؟ سامحني انا مش قادره اعطي اكثر من هيك. لا يا مها، مش انت اللي تحكي هيك، احنا مشتركين محتاجين عطائك. احنا نتمنى انه يكون في اهتمام اكبر في المسرح. المسرح وسيله من اكبر الوسائل انك توصل فيها معلوماتك، بعيدا عن انه هي حق من حقوق الشباب كممارسه المسرح، انه هو كمان يمثل يعني ويمثل ويخرج ويكتب، هذا حق من حقوقهم. يا عمي انا بفرفني وبيديني فخر، بعد 60 سنة وأنا بكون نفسي إني أطلب إيد مصونتكم الدكتورة